هادئة جدا. أهلا بكم إلى الصباحية من فيلم نقبل وفيها. موضوع رئيس الجمهورية هو قبل كل شيء، مع تمسكنا بوجوب إجراء الانتخابات النيابية. بري يطرح مبادرة متكاملة، إجراء انتخابات نيابية مبكرة فانتخاب رئيس للجمهورية. يقفل مطمر الناعمة منتصف هذه الليلة. إقفال مطمر الناعمة نهائيا ومرحلة جديدة تبدأ اليوم. غارة الأسد تقتل 13 مدنيا من عائلة واحدة في ريف حمص، ودمستورة يتوقع استئناف محادثات السلام بعد رمضان. صباح الخير. ينعقد مجلس الوزراء في سرايا الحكومي بعد ظهر اليوم، ومن المنتظر أن تتخلل مناقشاته البحث في مسألة إثارة الأمين العام للأمم المتحدة موضوع توطين اللاجئين السوريين في أماكن إقامتهم، إضافة إلى ملف قانون العقوبات الأمريكية بمكافحة تمويل حزب الله. وكان هذان الملفان حضرا في اجتماعين منفصلين، الأول في سرايا الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، وقد تم التأكيد خلاله على رفض لبنان مبدأ التوطين جملة وتفصيلا. فلبنان بحسب ما صدر عن الاجتماع لا يقبل أن يعطي أحدا جنسيته، كما لا يقبل للآخرين بأن يتخلوا عن جنسيتهم. أما ملف العقوبات المصرفية على حزب الله فقد بحثه وفد من نواب الحزب بعيدا من الإعلام، مع وفد من جمعية المصارف الذي شرح الإجراءات التي اتخذها بضوء القرارات الأمريكية. جمعية المصارف رفضت الحديث عن أي حرب إلغاء داخلية للحزب تتم على يد المصارف، مؤكدا أن كل ما يهم الجمعية ومصرف لبنان هو حماية القطاع. واتفق المجتمعون على متابعة النقاش في هذا الملف عند عودة حاكم مصرف لبنان من جولته الأوروبية بعد ما يقارب الأسبوع. وفي هذا السياق تمنى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على جميع المشاركين في اجتماعات خاصة بهذا الملف عدم إصدار أي تصريح أو تعليقات قد تستثمر في غير مكانها وتضر بالمساعي المستمرة لحل الأزمة التي اندلعت بين مصرف لبنان وحزب الله في الأسابيع الأخيرة. تميزت جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس بطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصيرا مشروطا لولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على أن يقدم كافة الأفرقاء تعهدا خطيا بتأمين النصاب اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية فور انتهاء الانتخابات. غاب جدول الأعمال عن طاولة الحوار وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات النيابية ليحل مكانها مبادرة طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري تضمنت جملة خيارات. وفي معلومات لتلفزيون المستقبل أن قانون الانتخاب الذي طرحه الرئيس بري هو قانون نسبي مع المناصفة 64-64، وفي حال تعذر الاتفاق عليه تتم الانتخابات النيابية على أساس قانون 60 أو المتفق عليه في الدوحة مع سلة متكاملة تتضمن رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس وقانون الانتخاب، إضافة إلى تعهد من قبل جميع الأفرقاء على النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية. كما جرى طرح إمكانية الذهاب إلى دوحة جديدة والتطرق إلى إعلان بعبدة. نقاش مطول حظيت به هذه المبادرة، إضافة إلى طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المتعلق بعقد خلوة مفتوحة للتوصل إلى حل، فيما توجه رئيس تيار المرد سليمان فرنجيي بالكلام إلى النائب محمد رعد قائلا: إذا لم يتم التوافق فهل ستقبلون بإجراء الانتخابات على أساس قانون 60؟ فرد رعد بأنهم يفعلون، فأجابه فرنجيي: إذا لماذا لم توافقوا عندما طرحت سابقا هذا الأمر؟ دولة الرئيس طلب من القوى كافة أن تأتي بأجوبة أي خيار عليها أن تعتمد في المرحلة المقبلة. هلا طبعا في بعض القوى أجابت مباشرة، أبدت الموافقة، في قوى أخرى تحفظت، وفي قوى ثالثة تريثت على قاعدة أن تأتي لاحقا بالإجابات. على الرغم من اختلاف المواقف بدأ الجميع
متفقين عليها. أولا التمديد انتهى، لا أحد بوارد أن يعود مجددا إلى التمديد. والمسألة الثانية كمان، الجميع متفق على أن ليس هناك إمكانية لعقد خلوة أو حوار وطني أو دوحة جديدة خارج هذا البلد. وتمسكنا بموقفنا أنه موضوع رئيس الجمهورية هو قبل كل شيء، مع تمسكنا بوجوب إجراء الانتخابات النيابية، وإذا انتخبنا رئيس جمهورية تخصر ولاية المجلس الممددة ويدعى الانتخابات في أسرع وقت ممكن. أنه إذا ما مشي قانون 60 يكون في نوع من التأهيل، لا يكون في اليوم نوع من الشرعية لكل النواب بطائفته. جلستنا ب 21 شهر بدنا نشوف كيف ممكن تكثيف جلسات الحوار إن شاء الله للوصول إلى اتفاق بين كل الأطراف. هذا الطرح الذي تقدم به الرئيس بري هو طرح عملي واقعي، في النهاية تم الاتفاق على إجراء مشاورات بهذا الشأن والعودة إلى طاولة الحوار، لكن بالنسبة إلينا موقفنا كان هذا الموقف المؤيد. أما الوزير جبران باسيل الذي لم يعطي رأيه بشأن مبادرة بري، طرح قضية اللاجئين السوريين وخطورة بقائهم في لبنان عقب مسامعه في اجتماعات فيينا. وقد غاب عن جلسة الحوار النائب ميشيل عون والنائب وليد جنبلاط ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب طلال إرسلان. قد تحمل جلسة الحوار 19 المقبلة ردودا أو حلولا إيجابية لمبادرة الرئيس نبيه بري من أجل إنقاذ لبنان الذي لم يعد يحتمل كما قال، وفي حال فشل الأفرقاء في التوصل إلى حل فإن البلد قد يفقد آخر فرصة للتوافق والحوار بين الأفرقاء ويذهب إلى المجهول. من عين التين شهير دريس، تلفزيون المستقبل. أكد رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيور أن الكتلة لم تتخذ بعد أي موقف إزاء مبادرة بري لا سلبا ولا إيجابا، موضحا أنه اكتفى على طاولة الحوار بإظهار المخاطر المتعلقة بتقديم أولوية الانتخابات النيابية على الرئاسية. أما موضوع المبادرة بحد ذاته فهو يحتاج إلى النقاش والتباحث داخل التيار والكتلة قبل تحديد الموقف النهائي منه. أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب عن إقفال مطمر النعم منتصف ليلة الماضية على أن تبدأ صباح اليوم مرحلة أخرى. تقرير غنوة أبو دلة. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وبعد انتهاء فترة الشهرين باستيعاب المطمر، يقفل مطمر الناعمة منتصف هذه الليلة. وانتهت مهمة مطمر النعمة بعد أن أدى قسطه للعلا لأكثر من 18 سنة. أهالي النعم لن يتنشق بعد اليوم رائحة النفايات، وفي وقت قريب سيتحول المطمر إلى مساحة خضراء. هذا ما أعلنه وزير الزراعة أكرم شهيب بعد لقائه وفدا من جمعيات ولجان القرى المحيطة بمطمر النعم. وتبدأ صباح غد أعمال التغطية والتتريب والتأهيل للتخضير بالتزامن مع الأعمال المستمرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الناتج عن تخمر النفايات ليؤمن 6 ميجاوات وما يزيد توزع على قرى وبلدات محيط الناعمة مجانا، ومقدر أن تستمر لمدة 15 سنة حسب القانون الذي صدر عن مجلس النواب. وفي هذا الوقت يستوعب مركزي المعالجة في العمروسية والكارنتينا نفايات بيروت وقسم من جبل لبنان، حيث تفرز وتدور وتوضب المواد الغير قابلة للتدوير وتنقل إلى مواقع مستحدثة في منطقتي نهر الغدير وبرج حمود بانتظار إنجاز خلايا التمر وكاسر الموج في الموقعين. ولفت شهيب إلى أن إجمال الكميات التي دخلت إلى مطمر النعمة منذ شهرين لغاية الساعة الخامسة من مساء الأربعاء وصلت إلى ما يقارب 900,000 طن، وبالتالي عدد النقلات التي دخلت المطمر تجاوز 32,000. وأشار شهيب إلى أن الكميات المتوقع دخولها لغاية منتصف ليل الأربعاء حوالي 5,000 طن، أي ما يقارب 175 نقلة. ما بين إقفال مطمر النعم بالشكل النهائي والإعلان عن تشكيل مواقع تخزين مؤقتة، ما هي وجهة نفايات لبنان المستقبلية؟ العبد العكسي لإقفال مطمر النعمة بدأ بعد إعلان انتهاء مهلة الشهرين التي حددها مجلس الوزراء لنقل النفايات القديمة التي تراكمت على مدى 9 أشهر والبالغة 900,000 طن. هنا في مطمر برج حمود أعمال تخزين النفايات الجديدة متواصلة وسط استكمال أعمال إنشاء الحاجزين البحريين واستمرار أعمال الردم.
شركة سوكلين أعلنت إنجازها للأعمال الموكلة إليها من رفع ونقل وطبر كامل هذه النفايات وضمن المهل المحددة. في لغط بين مكب أو مطمر أو موقع تخزين، تحديدا برج حمود وكوستا برافا الشيء اللي بيتعلق فينا كشركة سوكلين وسوكومي. نحن اليوم جهزنا مواقع كوستا برافا وبرج حمود للتخزين، في عندهم مواصفات علمية وهندسية، في عندهم لاينر منعمل بطريقة مضبوطة، ما في أي مشكلة ولا أي أثر بيئي. هذا موقع مؤقت، منه مكب ومنه مطمر. وعن بدء مناقصات تلزيم الردم والتمر في مطمر برج حمود والكوستا برافا يقول قربان: بالنسبة للمناقصات، في مناقصات الجمع والكنس انطلقت، وفي المناقصات المعالجة بعد ما بين شيء منها، وفي المناقصات اللي بتتعلق بالتمر برج حمود والكوستا برافا كمان انطلقوا. انطلب منا نكمل بتنفيذ جميع الأعمال من كنس وجمع ومعالجة وفرز وتمر لحديت اليوم. أنا حابب بس أوجه شكر لجميع العاملين بشركة سوكلين وسوكومي يلي بهالشهرين على مدار الساعة اشتغلوا وبرقم يعني بوقت قياسي قدروا يرفعوا هالضرر اللي حصل بثمانية شهور. إذن المواقع المؤقتة بدأت باستقبال النفايات وهي ستعمل على ملء الفراغ إلى حين جهوز المطامر المستقبلية ومراكز التخزين. هو آخر يوم يفتح فيه مطمر النعمي أبوابه أمام الشاحنات المحملة بالنفايات، فهل عادت الأزمة إلى نقطة الصفر أم أن الحلول أصبحت جاهزة لحل مشكلة النفايات؟ من مطمر برج حمود علاء سرحال، تلفزيون مستقبل. بعد الفاصل تتابعون. الاستعدادات تتواصل في صيدا لاستحقاق الأحد الانتخابي. تواصل تقديم النشرة. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن صيدا ستقول كلمتها كما بيروت وفاء للرئيس الشهيد. أشار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن البيارتة قالوا كلمتهم في السياسة والإنماء، فهم كانوا وما زالوا مع خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وخلال رعايته افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي الذي نظمه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، قال الحريري: لن نسمح للمناكفات بأن تعطل قدرة مجلس بلدية بيروت الجديد على الإنجاز، تأكيدا على وعد الرئيس سعد الحريري. وأضاف أن الاستهداف السياسي الذي يتعرض له الرئيس سعد الحريري من بوابة الانتخابات البلدية وفي بيروت تحديدا هو نفسه الاستهداف الذي تعرض له الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانتخابات البلدية في 2004. هذا الاستهداف لا يزال مستمرا ويلاحقنا من بيروت إلى صيدا إلى طرابلس إلى كل المناطق، والغريب أنه يحاول يائسا أن يصور انتصارنا في بيروت بفارق آلاف الأصوات على أنه خسارة، في حين يسعى جاهدا لتصوير فوز البعض بفارق عشرات الأصوات في معلبك وجوني وغيرها على أنه انتصار ما بعده انتصار. إلى كل هؤلاء الذين يجتهدون لتصوير الواقع بعكس ما هو عبر الفوتوشوب نقول لهم: ما دمتم بعيدين كل البعد عن الحقيقة ونحن قريبون منها، قريبون من حرصنا على المناصفة والعيش المشترك، نحن في المكان الصحيح مع جمهور رفيق الحريري الذي لا تنطلي عليه كل هذه الحملات، ونحن في المكان الصحيح مع أهلنا وناسنا الذين لن يسمحوا للاستهداف السياسي أن يعود بعد أن قالوا كلمتهم في بيروت وسيقولونها هذا الأحد في صيدا وفاء لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. أنما جعية بيروت السياسية الرئيس سعد الحريري
سيكون العين الساهرة على أعمال هذا المجلس كي تعود بيروت كما كانت أيام والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكما يريدها هو سيدة العواصم العربية. وخلال الحفل أشار أمين عام تيار المستقبل أن حضور الرئيس سعد الحريري بين أهله في بيروت هو الضمانة كي تأخذ بيروت حقها وتبقى كما أرادها الرئيس الشهيد. في إطار لقاءاتها مع العائلة الصيدوية، زارت النائبة هي الحريري رابطة الحبل والسن، داعية أهالي الصيدة إلى التعبير في انتخابات الأحد وبكثافة عن وقوفهم إلى جانب خط الإنماء الذي يمثله رئيس بلدية صيدا محمد السعودي. دعت النائب بهية الحريري الصيدويين إلى تجديد العهد والوعد والثقة لمجلس بلدي سطر خلال 6 سنوات إنجازات كثيرة واستطاع أن يترك السياسة خارج أسوار البلدية في صيدا. كلام الحريري جاء أمام عائلة آل حبلي بمناسبة إعلان رئيس رابطة آل حبلي المهندس أحمد حبلي سحب مرشح الرابطة لانتخابات البلدية عبد الغني إبراهيم حبلي لمصلحة لائحة إنماء صيدا. وقد حضر اللقاء رئيس البلدية محمد السعودي الذي نوه بموقف حبلي شاكرا إياه لثقته بلائحة إنماء صيدا، عارضا المشاريع المنوي تنفيذها في المجلس البلدي القادم في حال فوز لائحته بالانتخابات البلدية، ومعلنا موافقة وزارة الأشغال العامة على بدء المرحلة الثانية من أعمال مرفأ صيدا التجاري. وفي إطار لقاءاتها مع العائلات الصيدوية، لبت النائب بهية الحريري دعوة الحاج أبو توفيق السن في حي البراد، حضره حشد من أفراد العائلة، داعية إلى أن تعبر صيدا في انتخابات الأحد وبكثافة عن وقوفها إلى جانب خط الإنماء الذي يمثله المهندس محمد السعودي. إلى ذلك وصل أعضاء لائحة إنماء صيدا جولاتهم على أحياء المدينة وعائلاتها وقطاعاتها، فتفقدوا سوق بيع الخضار والفاكهة في حسبة صيدا الجديدة، حيث التقوا عددا من أصحاب المحال والعمال واطلعوا منهم على أوضاعهم واحتياجاتهم. كما جال أعضاء اللائحة على مكاتب الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل مطلعين على سير التحضيرات للاستحقاق الانتخابي على صعيد مختلف الأحياء في المدينة. وبعد الفاصل في النشر، أمير الكويت يحض الحكومة اليمنية والانقلابيين على مواصلة مشاورات السلام. أهلا بكم من جديد. أعلن التلفزيون المصري عن اختفاء طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على متنها 59 راكبا وعشرة أفراد يمثلون طاقمها عن شاشات أجهزة الرادار. وكانت الطائرة متوجهة من مطار شارل دوغول في باريس إلى مطار القاهرة. وقالت شركة مصر للطيران أن الطائرة اختفت بعد دخولها الأجواء المصرية بعشرة أميال. شنت طائرات روسية وسورية غارات على مواقع عدة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، حيث قتل في مدينة رستن 13 مدنيا من عائلة واحدة. إلى ذلك أبدى الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا تفاؤله بشأن استئناف محادثات السلام بعد شهر رمضان. صعدت طائرة الأسد الحربية غاراتها الجوية بالصواريخ على بلدات ريف حمص الشمالي ردا على عجزها العسكري في التصدي لتقدم الثوار على جبهات الزارة وحرب نفسه بعد أيام من المعارك المستمرة على عدة محاور في المنطقة. وبحسب ناشطين أن طائرات الأسد ارتكبت مجزرة مروعة بحق أكثر من 13 مدنيا من عائلة واحدة جلهم من الأطفال والنساء بعدما تهدم المنزل فوق رؤوسهم. كما شنت قوات الأسد عشرات الغارات على بلدات جنوب الغوطة الشرقية بريف دمشق في ظل اشتباكات عنيفة بين كتائب المعارضة وقوات النظام التي تسعى للسيطرة على المنطقة. إلى ذلك حاولت كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها التقدم على محور الحدادة في جبل الأكراد بريف اللاذقية وسط قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف محاور الاشتباك. هذا وشنت طائرات الأسد غارات جوية مكثفة استهدفت مخيم حندرات وأطراف طريق الكاستيلو ودوار الجندول بعد اشتباكات شهدها المخيم خلال الأيام الماضية في محاولات قوات الأسد للتقدم والسيطرة على المنطقة.
وغادات فشل المحادثات بين الدول الكبرى حول النزاع السوري في فيينا، أعرب مبعوث الأمم المتحدة ستيفن دي مستورا عن تفاؤله بإمكانية استئناف محادثات السلام السورية المعلقة، إلا أنه شدد على ضرورة عقدها في أقرب وقت لتجنب فقدان الزخم. بعد ساعات على وفد الحكومة اليمنية من مشاورات الكويت، حض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأطراف اليمنية على مواصلة مشاورات السلام حتى التوصل إلى نتائج إيجابية تعيد الاستقرار إلى اليمن. لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت أي اختراق جوهري في جدار الأزمة اليمنية منذ انطلاقها في 21 من نيسان الماضي. وفي الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في المحادثات، وهذا ما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للقاء المفاوضين اليمنيين وحضهم على مواصلة المشاورات التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة، مجددا دعمه لمرجعيات الحوار وعلى رأسها شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والقرار الأممي 2216. أمير الكويت الذي التقى تباعا الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وممثلين عن وفدي الحكومة والانقلابيين أشار إلى ضرورة أن تحقق المشاورات نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه. وكان رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أعلن تعليق المشاركة في مشاورات الكويت مهددا بالانسحاب منها بالكامل ما لم يقدم المتمردون تعهدا مكتوبا يضمن التزامهم بمرجعيات التفاوض. ومن العاصمة السعودية الرياض جدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر رفضه مطلب المتمردين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انسحابهم من المدن ومؤسسات الدولة التي سيطروا عليها قبل أكثر من عامين وتسليم الأسلحة الثقيلة. وأضاف بن دغر أن هناك فرصة للسلام إذا أوقف الحوثيون ممارساتهم غير الشرعية التي جعلت البلاد تعيش حالة انهيار اقتصادي. وفي الختام نذكر بالعناوين. موضوع رئيس الجمهورية قبل كل شيء مع تمسكنا بوجوب إجراء الانتخابات النيابية. بري يطرح مبادرة متكاملة إجراء انتخابات نيابية مبكرة فانتخاب رئيس للجمهورية. يقفل مطمر الناعمة منتصف هذه الليلة. إقفال مطمر النعم نهائيا ومرحلة جديدة تبدأ اليوم. غارات الأسد تقتل 13 مدنيا من عائلة واحدة في ريف حمص، ودمستور يتوقع استئناف محادثات السلام بعد رمضان. نشرتنا الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة. هادئة جداً.